ريم موديل وبلوغر ومهتمة بالفاشن وباللايف ستايل. في الحقيقة أنا بديتها من فترة قصيرة بزاف، يعني من شهورة قليلة، عن طريق صاحبتي ميك اب ارتست. كانت محتاجة الموديل لواحد شوتينغ ديال القفطان، سو بروبوزات عليا، قالت لي علاش لا ما تكونيش انتي معايا. سو من تماك فين بدات البرومي با ديال الدومين هذا. شاركت في مسابقات ملكة جمال الجامعات ولكن ما كملتش معاهم، وصلت حتى تقريبا حتى الفينال وابوندونيت، حيت جو فريمون ماشي بونكتويل وكنت ديما كنتعطل. وحتى ملي كنا كنوجدوا الفينال تو انا كنت ديما كنتعطل على ليكو، كنت كنتعطل على البروفا، سو ما قدرتش نكمل معاهم. اكيد الشكل مطلوب، سو الواحد يكون عنده شكل مقبول او زوين، وفي نفس الوقت خاص تكون عندها ثقه في النفس، تكون راسها عامر شويه، عندها شي محتوى اللي تقدمه للناس اللي يقدر يفيد البنات اللي مهتمين بهذا الشيء. مغربي اكيد مغربي. ما يمكنش نتزوج بشي جنسيه اخرى من غير مغربي، باسكو مغربي ولد بلادي، غادي حن فيها، عادته بحال عاداتي، تقاليده بحال تقاليدي، تربينا نفس التربيه، كبرنا في نفس البيئه. ما كنشوفش راسي كنهضر بشي لهجه غير اللهجه ديالي الا كان عربي، واجنبي نوي. الفنان اللي نبغي ندير معاه فيديو كليب في الحقيقه الجيرينو، حيت كنسمع ليه بزاف وكيعجبوني اغاني، كيعجبني ستيل ديالو. جو بونس كو غادي نطلعو كوب زوين في الفيديو كليب. انا كيعجبني اي حاجه رومانتيك، اي حاجه سنتيمونتال كتعجبني نسمع لها. انفيت انا كنغني شويه، وعندي واحد الكافر حطه على اليوتيوب ديال شيرين، باسكو جيم شيرين بزاف. كيعجبني اي حاجه كتقيس القلب. الا فرض عليا راجلي نعتزل، شوف انا ما غاديش نعتبره تنازل، ولكن غادي نقدر نعتبرها تضحيه على ود راجلي وعلى ود داري وعلى ود وليداتي المستقبليه. سو نوافق. في الحقيقه تقدر تقول انني جلت نص ديال العالم، سافرت بزاف، سافرت لوروب برسك كامل، لبنان، مصر، تايلاند، ماليزيا، مالديف، تركيا، النمسا. سي بون، كاينه واحد السفيره قريبه عاوتاني لي ستاز يوني، يلا ان شاء الله نمشي لها. في الحقيقه ما عنديش شي واحد معين، يعني ما عنديش شي فنان او شي مشهور معين اللي انا كنت انسبيرا منه، ولكن اي واحد بدا من زيرو وكافح ومشى طريق بعيده ووصل، هذا بالنسبه لي قدوه. هو في الحقيقه ما عرفتش شنو غادي نقول عليهم، ولكن هو ما كرهتش يستغلوه في الكوميديا اكثر ما كيستغلوه في البوس، وعوض ما يعطيوه خاتم ولا يعطيوه مليون ولا جوج ولا حتى 10، يعطيوه الدور في الكوميديا ويخليوه يبدا طريقه ويمشي بصح، ماشي يهزوه حتى للفوق وشويه هما كاملين يرجعوا للور ويخليوه بوحديتو يطيح يترضخ يجيبها فراسو. سو الا كانوا غادي يساعدوه، يساعدوه على المدى البعيد، ماشي يساعدوه اليوم وغدا ومن هنا لقدام يرجع لنقطة الصفر اللي كان هو ديجا فيها. هي في الحقيقة مراته زوينة،
ماشي انا ما نقدرش نقيم باسكو ماشي انا اللي كنقيم الناس ولكن زوينه وخاصها بيئه زوينه اللي تزيد تبان فيها اكثر. اكيد انتقادات كاينه سواء هكا اون ديريكت سواء في لي كومونتير سواء في لي ميساج وبالعكس انا عمرني ما تقلقت من شي انتقاد، بالعكس انا الحاجه السلبيه كتقويني اكثر، وبالعكس تقدر تكون هذا الانتقاد في صالحي حيت تقدر تكون شي حاجه هي غلط فيا وهكا نمشي نصلحها. سو غير يكون ماشي جارح، يكون انتقاد في محله. في الحقيقه ما كرهتش مع انه ما كنظنش راسي غادي نشارك فيها شي نهار، حيت قلت لك انه انا عندي مشكل ما كنقدرش نلتزم وما كنقدرش نضبط المواعيد، ولكن اي وحده كتبغي تشوف راسها ملكه جمال وزوينه. سو بالنسبه لي انا كنشوف راسي ملكه جمال. كنسمعها من الناس اللي قرابين مني او حتى من الناس اللي كيشوفوني اول مره، مي انا ما كنشوفش راسي كنشبه لها بزاف قد ما كنشوف ستيل شويه قريب. هي في الاول كتكون كتعجبك، واو انا كنشبه لوحده مشهوره، واو هذه حاجه زوينه، هذه بوين فور، ولكن من بعد ملي كتبدا تشهر شي شويه كتبغي تقول نو انا خاصني نكون نشبه لراسي، انا خاصني نكون انا وحدي، وعلاش لا الناس يجيو يشبهوا فيا. لا في الحقيقه عمرني ما درت شي عرض بالبيكيني، وما كنظنش شي نهار غادي ندير عرض بالبيكيني. ومن ناحيه اخرى انا كنشوف كل الجمهور المغربي ما يقدرش يتقبل عارضه بالبيكيني او موديل بالبيكيني او بلوغر بالبيكيني. سو انا من ناحيه اخرى دائما كنفكر وكنراعي المحتوى اللي كنحط انا عندي سواء في الصفحه الرسميه ديالي سواء في الصفحات الرسميه ديال اي مجله كانت. تعرضت للتحرش بحال اي بنت، كنطيحوا في هذه المواقف تقريبا كل نهار. ما كنتش غادي نقبل حيت انا ما غاديش نقدر نقدم هذاك المحتوى، وما كنتش غادي نقدر نقدم هذوك المشاهد. لا في الحقيقه باقي عمري ما درت عمليه تجميل، ولكن نقدر نفكر من انا القدام نديرها، علاش لا. اكيد كنلقى صعوبات باسكو ماشي انا وحدي اللي كاينه في هذا الدومين، وكاينين بزاف ديال الناس وبزاف ديال المواهب وبزاف ديال البنات اللي عندهم ما يعطيو. سو كاين صعوبات، كاين منافسه، كاين سورتو الا كنتي بادي وحدك ما عندكش شكون يعاونك وما عندكش شكون يمشي معاك وشكون يوقف معاك وشكون. سو كاين بزاف الصعوبات. في الحقيقة أنا الإعلام كيعجبني وكيستهويني، سو علاش لا، بالعكس إلا كان الموديلين غادي يفتح لي باب الطريق للإعلام، باسكو أنا في التمثيل كنحس براسي شوية غادي غير نخربق، ما كنعرفش نمثل وغادي نبقى غير نضحك. هنايا مع الدار مع الدراري اللي خدامين هنايا كنحس براسي اون فامي، كنحس براسي قريبه ليهم بزاف. سو الا درت اليوم وعاود قالوا لي غدا نديروا انترفيو اخر غادي نعاود نجي، كنكون مرتاحه معكم هنا بزاف، و الله يخلينا لبعضيات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.